السائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم التفضيل بين الأنبياء؟ نعم، تفضيل الله، فضل تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، الله هو الذي فضل، ولكن لا يجوز يتنقص المفضول، لا يجوز يتنقص المفضول. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، والرسول أفضل من يونس بلا شك، ولكن لا يستنقص المفضول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك آداب ومستحب؟ إذا قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى يراد بذلك الفخر، فهذا لا يجوز. أما إذا أريد بيان تحدث بنعمة الله من غير غلو فلا بأس، أما بنعمة ربك فحدث. نعم.